يا كابتن محسن، ازاي حضرتك؟ الله الله الله، اهلا كابتن اسلام. ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك. كله الحمد تمام؟ لله بخير. الحمد لله. كابتن حمدي نوح بيسلم على حضرتك، كابتن جمال بيسلم على حضرتك، كابتن ماهر بيسلم على حضرتك لو شايف الحلقة يعني. تحياتي على المنتدى الجميلة، كابتن حمدي وكابتن ماهر همام وكابتن جمال، طبعا من يعني عباقرة الجيل بتاعنا الثمانينات كابتن، الحقيقه قول له انت الباك ليفت الرابع بقى دلوقتي. ايوه كده احنا كابتن اربعه خلاص. منور يا كابتن محسن، والحقيقه سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، والنهارده الحلقه كلها الحقيقه يعني ذكريات جميله جدا. فكابتن حمدي قال كابتن محسن يعني واحد من الناس المحترمه جدا، واللي دايما بنتقابل خلال الفتره الاخيره. اهم الذكريات برضو والايام الجميله دي يا كابتن، لانه زي ما حضرتك عارف احنا بنحاول نقرب الناس كلها من بعض، النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي ونادي المقاولين والترسانه وكل الانديه الجماهيريه، لانه في النهايه بكل احترام وبكل ادب كلهم الحقيقه كل واحد فيكم له فضل كبير جدا جدا في ناديه الجماهيري اللي هو بيلعب فيه. الحقيقه يعني احنا نعتبر محظوظين، سواء كابتن محمد نوح او انا او اي حد بتاعنا جيل الثمانينات اواخر السبعينات. أيوة. لان احنا كنا جيل الحقيقه يعني مميز، كنا بنلعب كوره جميله، كنا بنمتع كده المواهب ونمتع جمهورنا. نعم. لدرجه الاسلام ان احنا لما كنا بنتغلب من الاهلي او من الزمالك الجمهور ما كانش بيزعل. صحيح. وكان بيحيينا بعد المباراه لان احنا امتعناه كوره الحقيقه. وطبعا عندك يعني سفره افريقيا، طبعا كابتن تمام، دول كان خط الدفاع بتاع النادي الاهلي ده يعني حصن منيع الحقيقه. صعب ان احنا كنا بنخترقه، وكان بيبقى ماتشاتنا يعني صعبه جدا مع النادي الاهلي الحقيقه. وزي ما انا سمعت كابتن جمال سليم وهو بيقول سنه 84 النادي الاهلي دخلنا وخرجنا، احنا حصل كده في 85 كاس مصر، احنا طلعنا 1-0 نهائي مع النادي الاهلي، كسبنا الحقيقه. وكان ماتش غريب جدا يعني، اوقات يعني اياميها كنت تسال رجل الشارع حتى الاهلاوي يقول لا النادي الاسماعيلي ربنا يستر، لان احنا كنا في المستوى بتاعنا للاسف. دي حقيقه. ربنا ما كانش يعني يوفقنا الحقيقه، وقدرنا ان احنا نخش بطوله افريقيا، وبرضه خرجنا تعادلنا 6-6 مع النادي الاهلي في استاد القاهره، وتعادلنا 1-1 في ماتش غريب جدا جدا يعني. النادي الاهلي كان مش ممكن ان هو كان يخرج بنقطه من عندنا، لدرجه ان هو بعد ما تعادلوا معانا جالنا بينالتي في اخر الشوط الاولاني. كابتن حمدي نوح كان موجود مع اعتقد محمد سعد، كان هو اللي عمل البينالتي، جت على ايده. في اخر تقريبا الشوط الاولاني، ودخل عماد سيدنان ضيع بينالتي اغرب ما يكون، عماد البينالتي الوحيد اللي في حياته. كابتن عماد ما بيضيعش ضربات جزاء. ما بيضيعش ابدا. ايوه صح، انا عارف. ربنا مرتب كل حاجه، لان بعديها على طول حصل الفجعه الكبيره ان راح مننا اثنين من اخواتنا، كابتن محمد حازم اللي ثانويته يوم الجمعه اللي جايه 35 ان شاء الله، وكابتن علي اغا. الحقيقه اثنين كان صعب ان احنا نلعب النهائي، وكان ربنا مرتب ده الاهلي ياخد لثالث سنه الكاس ده ويحتفظ بيه للابد، ان هو اللي يلعب النهائي. سبحان الله. هو اللي مرتب طبعا يعني ده يعني، لكن بنحمد ربنا طبعا على كل حاجه. وارجع تاني اقول لك الثمانينات مش بس الاسماعيلي، انت عندك المنصوره، الاتحاد، الاولمبي، طبعا المصري، طبعا دي برضه كبيره طبعا، حقيقي من الاجيال العظيمه جدا الثمانينات كل الانديه، رغم قوه النادي الاسماعيلي وقتها، لكن ما قدرناش ناخد بطوله جنب الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك كمان كان الحقيقه عندهم لعيبه برضه يعني جامده جدا الحقيقه. كابتن محسن، اللي احنا بنسمعه ده لانه بالفعل كان جيل الثمانينات في كل الانديه، وكانت معظم الانديه اللي كانت موجوده كلها كانت انديه جماهيريه، او معظم الانديه كلها كانت جماهيريه، لانه هو ده اللي احنا عايزينه. الحلقه النهارده يا كابتن محسن بوجود اسطوره كبيره زي كابتن محسن عبد المسيح، اسطوره النادي الاسماعيلي، واحد من اللعيبه اللي لعبوا في الاسماعيلي اوقات طويله جدا جدا، وعملوا انجازات كبيره جدا مع النادي الاسماعيلي. فأنا بشكرك جدا يا كابتن محسن، ودايما دايما على تواصل، وبنشكرك على وجودك معنا وعلى هذا الكلام المحترم وهذا الكلام الجميل. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محسن عبد المسيح.